طبعًا. في هذا الموضوع طبعًا. بناخذ اتصال، يمكن هذا الاتصال يطمن الناس. معانا اتصال عزيز جدا على قلوبنا ماما أنيسة، مسي عليك بالخير ونقول لك يا حياك الله معانا. يا هلا يما، الله بالخير، شلونكم؟ الحمد لله بخير، عساك بخير. عمري انت يقولون خذيتي اللقاح؟ اي والله يما، شوفي بس قبل لا ابتدي اليوم اخذت انا اللقاح اليوم. ودي اقول لكم بس هناك قول، حين تكون الكويت لك منزلا تعلم انك قد اوتيت خيرا كثيرا، فاحمد الله. الحمد لله، الحمد لله يا بنيتي، الحمد لله، الحمد لله على النعم اللي الله عطانا اياها في هذا البلد الطيب. صحيح، سبحان الله. اليوم هالرقي في التعامل، الصفوف، البنات اللي مثل ورد في الصفوف الأولى، الشباب. صحيح. الأولاد، الدكاترة، يعني سبحان الله في منتاز ثلاثة، كل شيء بسيط، كل شيء بسيط، حتى غزة الإبرة ما حسيت فيها. الحمد لله. اليوم ماما أنيسة في ناس متخوفة من أخذ اللقاح، وناس وايد ناس خايفين. اليوم شو اللي شجعك ورحتي؟ نعم، تطعمتي، شو اللي شجعك انك تروحين تاخذين التطعيم؟ والله يا امي، يعني اول مره حالي حال غيري، كنت متخوفه، بس بعدين يعني فكرت ليش، يعني ليش الكويت صار في هالمبالغ الضخمه. صحيح. وهالاعداد الطيب اللي عدت الناس في أرض المعارض. نعم. طيب شو اللي خوفني؟ صحيح. يعني ماكو إيمان بالله سبحانه وتعالى أبدا. صحيح. ماكو ثقة في الناس اللي قاعدة تعمل. لا والله، اتكلت على الله ونعم وتشجعت. نعم. تشجعت صراحة لما لقيت عيالي المسؤولين، إذا كان رئيس الوزراء. صحيح. إذا كان وزير الصحة، إذا كان غيره. صحيح. الناس كلها قاعدة تروح، يعني شيء يخليني أنا ما أروح. صحيح. لا والله رحت وما قصروا، قاموا فين يقوموا حقيقة البنات. ما يقصرون، يمكن هذا اللقاح الوحيد اللي شفنا الرؤساء الدول والمسؤولين وغيره يعني كانوا يصورون وهم ياخذون هذا اللقاح. شنو تتوقعين الرسالة من هذه الصور؟ وشوفي هو كل شيء، كل شيء الكويت غير. أكيد. سبحان الله، كل شيء الكويت غير. يمكن المسؤولين، كان رئيس الوزراء، كان وزير الصحة، كان الناس أهل البلد الكبار. صحيح. كبار السن اللي يو علشان يطعمون. صحيح. كانوا ودهم يمثلون رسالة لأهل الكويت، ليش الخوف؟ ويطمنون الناس. أكيد. إحنا ناس مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. صحيح. واللي من الله يبي يصير. أكيد. اليوم ماما أنيسة، وتوني قلت هالكلمتين اللي قلتهم، مدام أنت الكويت، الكويت لك منزل، فأطمن إن شاء الله. الله يحفظك. استمتعنا صراحة بسماع صوتك، وتطمننا على صحتك، عساك دائما بصحة وعافية، ولك طولة العمر. أمنا كلنا نحبك ونعتز بوجودك صراحة معنا. كل الشكر.